العالمية. خلينا دلوقتي نعود من جديد إلى مقر اتحاد الكرة ولقاء أجراز منا أيمن مصطفى مع وليد مهدي ممثل نادي بيراميدز، ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. أستاذ وليد المهدي، أهلا بك على قناة أون تايم سبورتس، منورنا. مواجهة قدامنا دي إم بي، عندكم طبعا بتنافسوا على كم كبير من البطولات، شايف البطولة بالنسبة لكم بتمثل لكم إيه؟ ازيك يا دكتور أيمن، ومبسوط إن أنا معاك. بطولة كأس الرابطة بطولة مهمة زي أي بطولة بتضاف للكرة المصرية، علشان الهدف الرئيسي منها هو ظهور لعيبة جديدة تخدم الكرة المصرية، ده الهدف الأساسي. النقطة الثانية، حضرتك سألت مباراتنا مع إنبي، إن شاء الله هي مباراة قوية جدا، لأن مباراة اللوك أوت دايما بتبقى يعني 50-50 بين كل الفرق. ولكن النقطة الثالثة وحضرتك سألت عليها، هو قدر الفرق اللي هو بتنافس على كل البطولات. أنت بتشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وأنت 8 بونت يعني متصدر المجموعة حد النهاردة، عندك ماتشين اتنين مهمين جدا مع الجيش الملكي ومع فيوتشر على أرضنا إن شاء الله في آخر المجموعة. بطولة الدوري أنت في المربع الذهبي لحد النهاردة برضو، وبطولة كاس مصر أنت هتلعب النهائي إن شاء الله مع النادي الأهلي بإذن الله في المباراة النهائية كبيرة جدا جدا طليق بالفرقتين. ده كده شكل ومنافسة بيراميدز. نادي بيراميدز زي ما انت قلت وزي ما كل الناس شايفها بالارقام، الكبير كبير في المنافسه وكبير في شكله في جدوله في كل البطولات اللي بينافس فيها. بعد كل اللي انت قلته ده يخليكوا تتعاملوا مع البطوله على محمل الجد وتلعبوا بالاساسيين. شفنا الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت مع ضغط الماتشات لعبوا بالصف الثاني وباللاعبين الشباب، فباتشيكو والاداره في بيراميدز يعني تخيلهم ورايتهم ايه للبطوله دي؟ والله هو اكيد مستر باتشيكو ده انسب واحد يرد على السؤال ده، واكيد انت معانا على طول يا دكتور ايمن ونقدر نساله. اما يعني اللي انا حاسه بيه، الراجل عاوز اللعيبه اللي مش قادره تشارك في ضغط مباراه الدوري وضغط مباراه الكونفدراليه يقدر يشوفها، ويقدر يشوفها على ارض الواقع، خصوصا ان في لعيبه مميزه جدا 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 هتفيد الكره المصريه في الفتره اللي جايه، سواء من فرقه 2001 او 2003 او اللعيبه اللي ما بتلعبش في الفريق الاساسي والقوام الاساسي. اهميه البطوله بشكل عام للمنظومه، يعني في بطوله شبيهه بالبطوله دي في انجلترا مثلا الكاراباو كاب، بتلاقي ان الفرق بتلعب بالصف الثاني واللاعبين الشباب والناشئين شبه الصف الاول ما بيلعبش تماما. شايف ان هي فرصه للعيبه اللي مش بتاخد عدد دقايق كافيه ان هي تحط رجليها في الملعب يتم الحكم عليها بشكل كامل؟ بص يا دكتور ايمن، انت اكتر واحد يعني بتحترم التخصصيه، تمام؟ فانت دايما بتتعامل، عندنا الكابتن هاني سعيد هو المدير الرياضي، هو يقدر يقول لك برضو الرد على الحته دي. انا الراي ان اي بطوله بتتلعب فانت من حقك ككوتش للفريق او اي اداره فنيه ان يشوف كل اللعيبه اللي عاوز يشوفها مش قادر يشوفها في بعض البطولات وبعض المباريات الهامه يقدر يشوفها في بطوله زي دي، مين فين بيشارك. حتى الحاج عامر وهو بيدير القرعه قال حاجه مهمه جدا، قال ان هي مش مقيده يعني اي لعيب موجود في منتخب او مشي من المنتخب هو يقدر يشارك، صح كده؟ اي حد لعيبه انت تقدر مش ملتزم هتقدر تشوفها في البطوله. فهو اللي انا عاوز اقوله ان انت فرصه المدير الفني ان يشوف اي لعيب عاوز يقدر يشوفه، سواء كان في فريق الشباب، سواء كان في الرديف، سواء كان في الاحتياطي، سواء كان مقيد وما بيلعبش، سواء كان راجع من اصابه، كل دي فرصه ان هو يشوفها يا كابتن. بالتوفيق.